وهل دخولك عالم السينما في أفلام السينما ساعد أكتر في انتشار أغانيك ونجاحك كمطرب؟ بالطبع بالتأكيد السينما مهمة جدا للمطرب، بتخلد أغانيه، بتخلد شغله. يعني لنا المثل في الفنان العظيم عبد الحليم حافظ، الفنان محمد فوزي، الفنان فريد أطرش، أغانيهم انتشرت من خلال الأفلام. كمية الأفلام اللي هم عملوها خلدت الاغاني دي الى الابد. ولكن انت تتخيل ان مثلا صوت عظيم زي صوت الفنان العظيم محمد قنديل عنده اغاني كتير هايله جدا، لكن انت ما تسمعهاش لانه عمل كميه افلام قليله جدا. يعني انت مثلا تفتكري يا حلو صبح يا حلو طول عشان اتغنت في فيلم، وكان الفيلم وكان ليها موقف وكان ليها دراما. السينما اكيد ساهمت في انتشار وزياده. يعني انت حاسس ان مشاركتك في افلام السينما بتساعد اكتر على انتشارك؟ الحمد لله طبعا ساعدت في نجاح. يعني يكفيني مثلا اغنيه الفيلم الحمد لله ساهمت في زياده نجاحي وساعدتني على الانتشار اكتر، وربنا يسهل. يعني نتمنى المزيد في حدود المعقول. يعني ريكو، هل انت شايف ان المنتجين شغلوك معاهم في السينما استغلالا لنجاحك وشهرتك وجماهيريتك، ولا انت كنت حابب اساسا تدخل السينما؟ حلوه والله، هما الاثنين مع بعض بصراحه. هو اكيد طبعا الحمد لله ان انا عندي شعبيه وجماهيريه حلوه، من خلال ان الشركه منتجه تجيب مطرب عنده شعبيه وتدخله لعالم السينما. وطبعا السينما امل لكل مطرب، والحمد لله انا في نفس الوقت بسعى الى هذا النجاح. انت كنت حاسس باهميه السينما؟ يعني بالطبع. طبعا احنا قلنا ان هي بتخلد المطربين. يعني انا لو هشتغل مثلا في مجموعة أفلام يتعمل لي فيها هيئة وشغل وأغاني تعيش مع الزمن، ده أكيد طبعا حاجة مفيدة وجميلة لازم الواحد يسعى إليها.